السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على حقيقة تصريح رياض محرز عن المغاربة الأشقاء في بث مباشر. محرز كما قعدنا نشوفوا فانيك الفيديو تاعو فانيك اللي دارت هذه الفتنة، موقع مصري هو اللي دار الفتنة. محرز انا بالك كان خصني دي، قلت محرز عاود دير لايف يعني في ربع ايام ولا خمس ايام دار لايف، دارها حتى اليوم باش شتوه نتوما كوم شي فتنة. لا لي الفتنة بيننا وبين الشعب المغربي، احنا الشعب المغربي والو، خوتنا هذو كان لي راي عاير فيا يقول لي عايرهم، اخوتنا ما عندنا ما نعايرو، خاوة دم واحد، لغة واحدة، ثقافة واحدة، تقاليد واحدة، سياسة نعرفوها منذ زمان، سياسة نعرفوها كي دايرة منذ زمان، دبلوماسية بيناتهم. هاك شو عندنا في سفارات تاعهم، عندهم سفارات تاعنا، طيارات تروح وتولي، ما يعطيكش ما يعطيكش، تاعك غلط. هنايا كاين بالك 70,000 مغربي هنا في الجزائر، كان اللي يقول لك كاين 200، كاش 200، 70,000 مغربي هنا متعايش هنا في الجزائر، اللي خدام اللي متزوج، كاين بناتهم هنايا في الجزائر، وحنا عندنا جزائريات متزوجين فماك في المغرب، تروح لفرنسا، تروح لالمان متعايشين، تروح لفرنسا متعايشين، تروح لطليان متعايشين، في انجليز متعايشين، في لاهولوب متعايشين، وين ما تروح في الامريكان متعايشين. هذا محمد ممدي هذا عايش في الفيليدافيا، قال لي مغاربه، قال لي جواريني مغاربه، قال لي ياكلوا بالعدي ولا ياكل بالعدو، قال لي تبغي ندير فيديو ندير فيديو، قلت له ماذا بي، قلت له ماذا بينا، قلت له في تنسكتوا هذا حثاله القوم. وهذاك كيسموا هذاك السفير هذاك اللي قال الجزائر عدوى، انا عجبوني مغاربه، انا قلت غادي مغاربه باقي ما يهضروش، خرجوا قصفوه ديريكت، قالوا تمثل روحك، حنا ذو خاوتنا تمثل روحك، قالوا له ما كان لا، قالوا له تدخل منه لا مليا، كنتوما حكومه نعرفوكم كي دايرين، نعرفو الفوق كي دايره، صحيح الفوق انا عارف كي دايره، حنا نعيشو خاوة مع الشعب، حنا الشعب خاوة، سبحان الله، مش دير على واحد لا زوج يعايرك، تخلي كيفاش تحكم، انت عندك واحد، يجي يهدر الله ولادي، كيلعب شناهو من البواد، البواد داندوات في لي كومونتاري عايرو، مايكم. وحنا يا هذي اللي دار هذا الفتنة تاع رياض محرز، نقولوا يا ودي رانا في رمضان، عيب والله لا عيب، هذا الفتنة تاع رياض محرز والله لا عيب. محرز ما يهدرش، محرز عندهم قال لك وين ما نسكنوا، وبصح كيما ذا عمي علي هذا يسكن مجوايهم، قال لي نعرف البلاصة، قعدت نهدر معاه، عمي علي هذا، قعدت نهدر معاه، قلت له عمي علي، قال لي يا ودي ساكنين، قال لي مغاربة، قال لي يا ودي خير ربي، قال لي مين نلعبوا، قال لي في قهوة واحدة كيما قال لي، وقال لي قهوة واحدة، قال لي الهول، قال لي دخلوا مغاربة، دخلوا جزائريين، دخلوا، قال لي الهول اللي صرا، الهول، قال لي غاشا يصرا ولا، قال لي محرز كيهدر، قال لي محرز كيهدر، هدر، قال لي وقال لي وصح، قال لي نقعدوا، قال لي مقصرين، قال لي يا ودي، قال لي ما نخلولهمش، قال لي ونهار اللي هما يربحوا، قال لي يدخلونا للديار، قال لي ينربونا، قال لي ينربونا، نهربوا ندخلوا للديار، قال لي والله لا ندخلوا، يا ودي هذه الصح، هذه نهار هذا كاين واحد، كاين عندي واحد ثلاثة ولا أربعة يوتيوبر أصحابي مغاربة نعرفهم من 2010 2008 2009 2011 ماشي اليوم، خدمة بيناتنا، تبحل لي نعيط له، تبحل له يعيط لي، هيا النهار اللي خسرت، النهار اللي خسرت المغرب، النهار اللي داروا ماتشني التالي وقيلا مع موريتانيا، يا ما خليتلوش، درنا ماتشني لحنايا مع لهنا مع من ماتشاميكو مع قدام نروحو نلعبو مع كولومبيا، فين درنا ماتشني يوم ما خلاليش، نهار اللي خسروا في الكوب دافريك ما خليتلوش، ونهار اللي ربحنا حنايا فين ما خليتلوش، بصح بالضحك ولا ما عايرني، ما نقصرو صايك، هو يبغي البارسا نبغي الريال، ما نخليلوش،
ما خليهلوش، هو يبغي الوداد وانا نبغي الرجاء. يا ولدي بسبابه، بسبابي راه يبغي السياربي، يتبع السياربي، قال لي انا فاك نولي نعشق السياربي. عرفت شو كيفاش؟ خاوه خاوه ما كاش علاه نزيدوا فيها ولا كاين الناس اللي كاين اللي كذب انا قاعد يقرا وين الزبله يروح يحط عليها، كاين اللي صار له كذب انا يقرا وين الزبله يروح يحط ديريكت، قرا غير زبل يدور كي يسيب زبله يروح يحط ديريكت، ما يفهمش كاش هذيك الزبله تاع كلب تاع بنادم تاع قط تاع 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 حمار تاع بقره تاع يروح يحط كذب انا والله العظيم. وانتشر في كثير من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تسيء لقائد المنتخب الوطني الجزائري وتنسب إليه تصريحات مفبركة حول الأشقاء المغاربة. رياض محرز في الفيديو بث مباشرة بث مباشر على صفحته الرسمية في الانستغرام تكلم وقال أن المغاربة والكاميرونيين والسنغاليين وبعض التونسيين المتواجدين في فرنسا لا يحبون الفوز المنتخب الجزائري، ليس لأنهم لا يحبون الجزائر، بل أن الجزائريين يحتفلون كثيرا ويزعجونهم لأن أثناء احتفالات ولا يتركونهم حتى ينامون في تلك الليلة التي يفوز بها الخضر. خلهم شنو نتوما كيما هكا. وكانت تصريحات النجم الجزائري رياض محرز قبل 3 أيام من الآن عبر صفحته، أربع أيام في الانستغرام. هذا التصريح كانت التصريحات هذه كانت عادية جدا طوال هذا 4 أيام، ولكن بعد قضية القنصل المغربي في ولاية وهران وينشن قناة، شوف موقع فرنسا موقع مصري كورة وقيل يقولوا له كورة اليوم ولا ما كيعيطوا له، وين ولاو طايحين على محرز. دخلوا المغاربة، كاين غرب كاين مغاربة دخلوا، حنا نقولوا بلي حنا خاوه خاوه مغاربه هذه كره هذه دائما تحوس على المشاكل. راك تشوف الجزائريين، راكم تشوفوا التوانس، راكم تشوفوا مصار واش يدير لكم، راكم تشوفوا تبعوا هذه تاع كره هذه ضليت. شكون في ليكيب ناسيونال؟ شوف اليوم كيفاش دارت فتنه، عشاو شتو المصار واي عايرو، شتو المصار واش عايرو شعايرو المحرز. اليوم انا شفت المغاربه مغربيين دخلوا يعايروا في توانس في المصريين، قالوا لهم انتوما اللي درتوا الفتنه، حنا خاوتنا المصاروه يعايروا في محرز والمغاربه يدافعوا على محرز. انا شفتهم بعيني وقريتهم. واليوم جيت تايا تعاير في المغاربه، تعايش مغاربه وزير هدر ولا منا الله يسهل عليه، ما عرفوا السياسه كي دايره من فوق. كيما قال لهم رئيس الجمهوريه الجديده الجزائريه، رئيس جمهوريه تبون، شا قال لهم؟ قال لهم مي قالت له على الحدود من اي، قال لها بن بكري كيما هكا، قال لها بن بكري، قال لها كيفاهم كاين صوالح. واش احنا كنا نخدموا خطوه لقدام، كنا نحوسوا نفتحوا، نقولوا بلي نفتحوا الحدود، كنا ولينا نهضروا نقولوا نفتحوا الحدود. شتي على هذا الوزير هذا السفير هذا رد 10 خطوات الراول على بالك، هلكت بزاف صوالح، هلكت بزاف صوالح اصاحبي. وين نتكلموا نعاودوا نولوا حنايا، شوف حنايا مع المغرب خاوه خاوه، مع الشعب خاوه خاوه، مكان والو خاوه خاوه. وين فبركت الكثير من صفحات في الفيسبوك تويتر وانستغرام تصريحات محرز على انها مسيئه ومهينه للمغاربه، غير ان الحقيقه عكس ذلك تماما. فمحرز ظهر في الفيديو وتكلم ويضحك، لم يسيء ابدا للمغاربه. واليكم الفيديو وين تصريحات محرز المترجمه حول ما قاله في عن اشقاء المغاربه. وكاين من لي فيديو، كاينين لي فيديو، داروا لي فيديو الحقيقيين. هذه هي هذه هي نورمال، ما كان والو. حنايا غير المصاروه هذيك تاع الكره هي اللي دارت هذه المشكله هذه. صحيح زادشي تاع لافاف، زادشي تاع لافاف اللي زادشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوش، الرشا وما الزبوش، الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا
في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.